let's enjoy this happy day. عيد مبارك, come on let's celebrate. تيست مايك بيصور كل حاجه تمام. فسلام عليكم يا جدعان, عاملين ايه معاكم؟ عم سولو فيديو جديد. وبصوا يا جدعان, خلينا نطول السالفه يا زميلي وانا قلب تخليجي. المهم يعني بصوا, يعني احنا وصلنا 600, يعني وصلنا 600 ايه بس, وصلنا 695,000. الناس عطلت, ناس نزلت, نسيت زرار الاشتراك ونسيت زرار تفعيل الجرس ونسيت زرار اللايك, مش عارف ليه بقى, مع اننا بنخش على الموضوع على طول ومكسرين الدنيا. المهم يا جدعان, مصدع صداع يا نهار ابيض. المهم يا زميلي, احنا بص فاضل لنا كده كام, 5000 راجل جدع على كام, 700,000. عايزك تلزم الشراكه وتفعل الجرس عشان في فيديو النهارده, انتوا عارفين طالما الموسم جه, الموسم ايه بقى صاحبي, ان بابجي بتعيد. فقلت لك ايه بابجي بقى, طالما ايه, بصوا طالما هي بتعيد فاحنا ايه, ناخد واحده كده ونعمل كوليكت من البريزه دول, معانا ايه 30,000, فناخد 10,000 ونعمل ايه بقى, عملنا حاجه حلوه خالص. دلوقتي البابجي منزله كام صندوق بوم طخ بوم بشبق الصراحه, ده في اسلحه ياما جدا يعني, ومعايا لبسات منه ياما. وهنا منزله سلاحين, عايز اكتر صندوق فيه اسلحه عشان انا معايا 7 ماتيريال وناوي اجمع بتاع 20 30 كده ونفخده الكلام. هنا في الام 16, هنا في ام 4 بس حلو. فاحسن صندوق من وجهه نظري اتفتح عليه هو صندوق الاي كي ام الكورسون. فدلوقتي يا جدعان, انا في فيديو النهارده هعمل لكم جيف اوي على طياره حلو. فبصوا هكتب لكم يا جدعان موضوع باختصار بقى, الكود اللي هيظهر في الفيديو سواء في اخره او في اوله او في نصه هتحطه تحت مع الكومنتات, واكتر كومنت حلو هيجيب لايكات مع الاي دي والكود بتاعك. حلو, اكتر كومنت هيجيب لايكات, فانت ممكن تعمل كومنتات ياما يجي لك لايكات وهكذا يعني. المهم خلينا نخش في الموضوع على طول يا زميلي. وبصوا بصوا, انا هقول لكم حاجه, انا عيني 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 على البتاع اللي طلع لي ده ممكن يجيب لي 3 ماتريال تاني, فاحنا نجمعه الماكس, نلغوا الماكس, نجمعه الماكس, نلفوا الشخصيه, نقلعوا الشخصيه اللبسه دي وندي واحده, ومش عارف بقى هي بسكيب ولا لا, بس ندي واحده حلوه قوي ماتريال جميل. اوه لا لا, معانا شويه حلو قوي الشعبيات دي احنا عايزينها. طيب هدي يا جدعان, اول واكتر واحد هيجيب لايكات هديله طياره, وتاني اكتر واحد هيجيب لايكات هديله كل الشعبيه معايا, اللي هي الموتوسيكلات دي تصدقوا معيش ياما, وايه تاني الورده, الحاجات دي, الحاجات دي انا محوشها 28 ايه ماسه. فتاني اكتر كومنت هيجيب لايكات هياخد ايه الماسه دي جيف اوي. فنكمل زي ما احنا زميلي, نخش هنا وكانت بسكيب الصراحه, فاحنا نرجعه هنا زميلي ونغلو السكيب سبلاي, ندي واحده ديب اضرب فاستسلم, نلغي السكيب خالص كده عشان نخش على الرواقه ونعمل ايه بقى, واحده بحظ الاشتراكات كده الشخص الري اللي هيوصلنا 700,000, يا ترى هيطلع لنا ايه, يطلع لنا بخاخه, يطلع لنا بخاخه. المهم يا جدعان إيه, يعني نكمل واحده كده بحظ اللايكات وبحظي, يمكن يمكن تطلع لي حاجه ماتريالات يا سلاح. بصوا يا ماتريالات يا سلاح هتروق الكلام قوي, فان شاء الله في الصف اللي تحت هتطلع لنا حاجه. فبسم الله يا رب, كلنا نقول يا رب في الكومنتات, يلا بينا يا رب يا رب يا رب ان شاء الله سلاح او ماتريالية ان شاء الله. شكرا شكرا, فهمت اللي فيها, حظه حظه الجامد اللي هي. بص انا تاني اكتر واحد هيكتب كومنتات ده جامد. فالولا رش كان معايا النهارده وكنا خارجين واحده بحظه, صح. وفلوج العربيه قرب, انا خلصت العربيه يا جدعان, ناقص لها بس تاتشات بسيطه كده والفلوج بتاعها ينزل ونكسره بيه الدنيا. بسم الله يا رب يا رب. ما جابتش اي حاجه برضو, لا ما هو انت مش عايزك فقري بقى في الاول بقى, ما تفقريش بقى, فهات لي ام بي. طيب هات لي ام بي اي حاجه كده, اي حاجه لو وقت الكلام. 10,000 شده مش قليلين يعني, 120 دولار يعني بتاع 5,000 جنيه يا بابجي. يلا يا بابجي, يلا يا بابجي, يلا يا بابجي, يلا يا بابجي, شكرا يا بابجي, شكرا يا بابجي يا بنت ماشي. طيب انا عايز بصوا نديها واحده العكسيه, العكسيه دي اللي انت بتيجي عند السيلفر تطلع لي مره ثانيه ستيكر. عايز شعبيه, اديني شعبيه, انا مش عايز ايه, مش عايز اسلحه ولا ماتيريال, اديني شعبيه. ها يمكن يمكن تلف عكسيه يا رب. بسم الله يا رب يا رب. يا نهار اسود يا نهار اسود على البخاخه, يا نهار اسود. ايه البخاخات؟ طب هقول لك, اديني بخاخه يا بابجي, انا عايز بخاخات يا, اديني بخاخه يا بابجي, اديني بخاخه, انا مش عايز ماتيريال, اديني بخاخه. ان شاء الله سلاح كده بتلاتة ماتريال هيلف المعسق بالدنيا, ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ده حظها طين, حظها طين. طب حظي اسطوره يا لامس, اسطوره. تعال نحط البتاع ده, تعال اول مره يجي لي بايزون بيتطور, تعال يلا يا امس يا ابن اللعيبه, حط اللي بيتطور على طول, لايق قوي مع الطقمايه خلصانه.
فين الباكج، تعالى نروحها تاني على الباكج ونديها واحده يا جدعان، صلوا على النبي في قلوبكم ويا رب. بصوا احنا نجربوا الثغره دي، نمسك اللبسه، نمسك السلاح، نمكس، نبدل، نمكس، ونمسك السلاح ده نمكس، نفتح واحده ويا رب ان شاء الله ممكن تطلع لنا حاجه نظيفه. هي وبظروفها بقى. يا نهار اسود، ده كل ده الصوت مش شغال. ده جمال عبد الناصر، جمال عبد الناصر، يا نهار اسود الصوت لكم حامش. الحمد لله. طيب نكمله زي ما احنا. حلو، نكمله زي ما احنا، نكمله زي ما احنا، نكمله زي ما احنا. والصوت ما كانش شغال. نضغط هنا، نضغط هنا. السلاح ده، السلاح ده، السلاح ده، او دي، السلاح ده، السلاح ده، السلاح ده، السلاح ده، السلاح ده، السلاح ده، ونودي يا رب ان شاء الله يا جدعان ممكن تطلع لنا حاجه نظيفه في الحاجات دي يعني. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. هو ايه الحظ المقرف ده؟ هات فيكتور، هات فيكتور. فين فيكتور؟ فين فيكتور؟ فين فيكتور؟ فين كاركتر؟ ها 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 ها. تصدقوا في شخصيات جديده اتضافت؟ الغالي الغالي الغالي. تعالوا نكملوا بقى الشخصيات. ها ايه ده، رجعنا تاني ليه؟ عايزين نشوف بقى الشخصيات، باقي الشخصيات، باقي الشخصيات. ايه ده، ايه ده، استنوا بس، ايه الشخصيه دي؟ اول مره اشوفها اقسم بالله. ايه الشخصيه دي يا جدعان؟ نفس الدقن، اقسم. بص ركزوا كده على الدقن دي وعلى الدقن دي، نفس الدقن ونفس ملامح الوش ما عدا العين، عينه زرقاء عيني بني. ايه ده، ايه ده، دي شبه. ايه ده، هات الصوت كده، هات الصوت. استنى استنى. There's an ambush. Play it safe. There's an ambush. Form up. Form up. نفس صوتي. Help. 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 Charge. Charge. Cover me. حلو. I got you back. Don't rush. Don't shoot. Don't shoot. Stay low. Stay low. Be brave as a lion. Do not cower. Do not cower. يبقى نشتري شخصيتي، نشتروها. جاتلي امتى يا غالي انت؟ تعالي تعالي، دي شبه بالملي. تعالوا تعالوا نشوفوا ملامحها. استنى، الله الله، ده شبهي، ده شبهي، امس الغلابه والله العظيم شبهي. بس الفكره ان هو ملامحه يعني مختلفه، حاجه صغنونه بس في شبه. مش عامل بص وسيم طويل، شعره جميل. المهم جبنا الشخصيه الحلوه شبه دي. طب اقول لكم انا بقالي ما عملتش جيم بلاي، بكره هيبقى الجيم بلاي بالشخصيه اللي على الصوره الجميله دي. فنرجع تاني زي ما احنا ونكمل بحظ شخصيتي الجامده، بحظ شخصيتي. يمكن تطلع لي حاجه، يمكن تفرج، يمكن. يا رب يا رب شخصيتي يكون ليها اثر كده وتكون جامده يا رب. بسم الله بسم الله بسم الله، ان شاء الله ان شاء الله ممكن حاجه تلف، حاجه تلف. ايه ده، ايوه كده، روق الكلام. 9 بتريا بوم. طب ايه حظ شخصيتي تاني؟ تعال بس نخش على الثغره. تب تب تب. ماتيريالاي ماتيريالاي، مش عايز اسلحه، عايز ماتيريال 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 ماتيريال. يا رب ماتيريال يا رب، او السلاح الاخضر. ياه ياه يا رب، تقول يا رب. انا استفدت بيه ايه ده، ايه ده؟ modification core used to unlock platinum version of UMB. ايه ده، ثواني، ايه ده بيتعمل بيها حاجه دي؟ استنوا يوز. اوه لا لا، استنوا، ده انا جالي سلاح. ايه ده، طب ايه الفرق؟ ما هو شكله القديم احلى. لا انا عايز الشكل بتاعي، انا عايز الشكل بتاعي. اهو حلو ماشي، انت بتغير يوز ماشي بدماغي يعني، قشطه خالص طالما هو بدماغي يعني، فاهمين. حلو قوي، معانا 4249 ومعانا شخصيتي. تعالى بقى ايه، نجمع كده صاحبي ونفتح واحده بحظكم. يمكن تلف سلاح يا جدعان. 8 ماتيريال يعني، انا كلمه ماتيريال تلف عشان مش عارف يعني ايه اللي انا بقوله ده يا عم، اعد لسانك، مش عارف اتكلم من الحظ المقرف يا ده القرف. الدنيا كانت جميله والحظ كان حلو يا عم، مش عايز ماتيريال، شكرا. طيب احنا معانا اخر 5 فتحات، حلو
فاحنا نعمل ايه؟ نصلي على كده في قلوبنا وندي واحده حظ اللي يخط يمكن تطلع اي حاجه اي حاجه كده. ها يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. ايوه الله. اعمل بيه ايه انا بقى؟ اعمل بيها ايه انا بقى؟ اعمل بيها ايه انا بقى؟ انا ولا عايز دي ولا عايز دي ولا عايز دي ولا عايز دي. انا لو كان نفسي في عربيه كنت عايز عربيه متطوره، لامبورجيني، فيراري، بوجاتي، اي حاجه جامده. انا ما يبقى اعمل بيهم ايه دول؟ استغفر الله العظيم يا رب. يا دي القرف يا دي القرف يا دي القرف بقى. تعالى كده، في هل في عربيه متطوره غير العربيه المعفنه دي الجديده دي؟ معفنه. مفيش مفيش. نعمله زي ما احنا. تحذر الاشتراكات يا رب. محدش بيشترك محدش بيشترك. يا رب يا رب تطلع حاجه يا رب. حذر شخصيتي الجايه، شخصيتي بدات تندع كده، جابت لي ماتيريال كده. يا ولاد اللعيبه يا ولاد اللعيبه يا ولاد اللعيبه يا ولاد اللعيبه. ده الكلام ده ده الكلام. انا موافق كده طالما جبتوا لي مسك. انتوا ناس مظبوطه واي حد شارك احلى من سعاليك. بس انا كده متكيف. كملوا زي ما احنا. انا كده متكيف الصراحه. وعايز دبسه الورده مش معايا. عايز افتح لب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فتحه ونجيب سلاح. عايز اجيب لبسه الورده يا جدعان عشان مش معايا الصراحه. فنكمله زي ما احنا يا رب. اوه لا الله على الخوذة المعفنه. طب انت ليه ما بتطلعيش حاجه؟ انت ليه ما بتطلع؟ طب بصي انا اقول لك على حاجه. انا شخص مسالم وبحب الحياه والدنيا جميله. هاتي لي يا الايه يا السكور. والله يعني انا هقول 10000 دول حلال، شدات حلال يعني. فيعني مش مغضوب عليا يعني، فاهمين؟ فيا رب يا رب تطلع حاجه عشان انا بدات اتخنق بامانه يا رب. يا دي النيله السوداء. تعب يعمل ايه تاني ده؟ فين هادي؟ فين هادي؟ راحت فين دي؟ راحت فين؟ مش موجوده، اختفت. شكرا شكرا. مش معايا اصلا، اختفت اختفت. معانا 1000 شده فتحتين اونلي. فخلاص يا جدعان، جي 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 جي. ما فيش اي حاجه تطلع. اتفرج على القرف، اتفرج على القرف اللي هيطلع. ولا اي حاجه، ولا هنشمها ولا نعتبها. شكرا 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 يا ابن المحظوظه اللي هتبلع هيبلع 50 ميسه عبد المرزق. 10 ميسه ب 4000 والله، يمكن اكتر من الطياره الشده اللي هو الشعبيه اللي معايا. بسم الله. ايه ده ايه ده؟ معيش شدات؟ هنقضيها سنجل؟ طب يمكن 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 طلعي حاجة، طلعي حاجة، ما توقفيش قلبي، طلعي حاجة، طلعي حاجة. ما طلعتش حاجة. طيب بصوا، أنا شايف إن إحنا كده زي الفل. أنا جبت لبسة وجبت شوية ماتريالات وجبت سلاح، فيعني الحظ شغال معايا. 10 ماتريال قول الله، يعملوا إيه ال 10 ماتريال دول؟ يطوروا انهي سلاح؟ والله يطوروا ايه؟ والله يطوروا ايه؟ والله يمكسوا الكام سلاح اللي معانا؟ والله يطوروا السكار ده، البوم طخ ده، والله يعملوا ايه وايه؟ قولوا لي تحت في الكومنتات. ولا يا جدعان انا معايا دلوقتي كام شعبيه؟ واحفظوا الشعبيه معايا 54 ده، معرفش يبقوا بكام. 10 ب 4000 يعني ال 50 ب 20000 شعبيه. والطياره بكام؟ الطياره بكام؟ لو انا هدي طياره للبني ادم ده فان، الطياره بكام؟ طياره بخمسين الف صح اعتقد يعني. طياره بكام؟ 25000. طيب انا معايا زي الطياره، فاول واحد فهياخد كومنتات هياخد لايكات للطياره، وتاني واحد هياخد كل الشعبيه اللي معايا. هو حظه بقى. بس كده كان معاكم امس، ان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.